السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم متابعي قناة ليبيا اليوم، اسعد الله اوقاتكم وتحية طيبة لجميع المشاهدين. نسأل الله ان تكونوا بصحة جيدة باحسن الاحوال. نتعرف معكم في هذا الفيديو على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار واليورو والجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 11 يناير لعام 2021 بالاسواق السوداء في طرابلس وبنغازي وزليتن. لكن قبل بداية التفاصيل اتمنى منكم فضلا وليس امرا الاشتراك بالقناة ودعمنا بزر لايك والصلاة على رسول الله بالتعليقات، واكبر حافز لنا للاستمرار هذه القناة خاصة بليبيا والليبيين. نبدأ بأسعار الذهب. ذهب عيار 18 سعر جرام الواحد للمبيع سجل 220 دينار ليبي. ذهب عيار 21 لجرام الواحد وصل إلى 256 دينار ليبي. ذهب عيار 22 لجرام الواحد سجل 268.8 دينار. أما ذهب عيار 24 سعر جرام الواحد 293 دينار فاصل 3. أما سعر سبيكة الذهب أو أونصة الذهب بالدولار الأمريكي سجل السعر 1850 دولار أمريكي للسبيكة أو للأونصة. سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الليبي، كل دينار ليبي واحد يساوي صفر، كل جنيه مصري واحد يساوي 0.34 للبيع مقابل 0.33 للشراء. سعر اليورو المبيع 6 دينار فاصل 40 مقابل سعر شراء 6 دينار فاصل 35. أما سعر الدولار في طرابلس اليوم، سعر البيع 5 دينار فاصل 200 مقابل سعر شراء 5 دينار فاصل 195. أما في بنغازي كان سعر المبيع 5 دينار فاصل 195 مقابل سعر شراء 5 دينار فاصل 190 للدولار الواحد. في زليتن سجل المبيع 5 دينار فاصل 195 مقابل سعر شراء 5 دينار فاصل 185. أي هي الأسعار مع بداية يوم الاثنين. نسأل الله أن تتحسن الأوضاع في ليبيا ويعم الأمن والأمان وتعود الأوضاع كما كانت من قبل وأحسن بإذن الله تعالى. أتمنى منكم الاشتراك بالقناة ودعمي بزر لايك، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.